ونستمع الآن أيها الإخوة إلى كلمة مباركة من فضيلة العالم الشيخ محمد أبو صقر إمام وخطيب أول بوزارة الأوقاف ونائب رئيس مجلس بيت العيلة بمركز أشمون، فليتفضل مشكورا. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى جميع أنبياء ورسل الله أجمعين، ورضي الله عن صحابتك ومن اهتدى بهديك وسار على سنتك صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا أبا الزهراء. ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد جاء رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: يا إمام، إني اشتريت دارا وجئتك لتكتب لي عقد شرائها. فقال: اكتب. اكتب في العقد: اشترى ميت من ميت دارا في بلدة المذنبين وسكة الغافلين الذين قال عنهم رب العزة جل وعلا في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سلم يا رب. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سلم يا رب. وبلدة الغافلين حدودها أربع. نحن نتحدث في عجالة لضيق الوقت، ولأنني أتحدث أمام علمائنا ومعلمون. يقول الإمام علي: حدودها أربع. الحد الأول ينتهي إلى الموت. نعم، فكل باك سيبكى وكل ناع سينعى، من علا فالله أعلى. نعم، قال رب العزة جل وعلا في كتابه وهو أصدق القائلين: إنا
نحن نرس الأرض ومن عليها ومن عليها وإلينا ترجعون. والحد الثاني ينتهي إلى القبر الذي قال عنه الطبيب محمد: إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والحد الثالث ينتهي إلى الحساب حينما تتطاير الصحف، ومن يأخذ كتابه بيمينه اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من يأتي كتابه من خلف ظهره، ومنهم من يلزمه العار والندامة والخزي في ذلك اليوم. والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال الرجل: يا إمام، إنما أتيتك لشراء بيت وعقد شراء بيت لا شراء مقبرة. فقال الإمام علي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن خير ما فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طابت وطاب مسكنها، وإن بناها بشر خابت وخاب بانيها. اعمل لدار غدا الجار أحمد والرحمن ناشيها. وإني باسم عائلات أشمون واسم بيت العائلة بالمنوفية وبأمانة أشمون نتقدم بخالص العزاء للأستاذ الدكتور حسن الخولي في وفاة أبينا. نسأل الله جل وعلا أن يلهمه وأن يدخله فسيح جناته. اللهم أدخله الجنة يا رب العالمين، واجعل عن يمينه نورا وعن يساره نورا، واجعل من أمامه ومن خلفه نورا، وشفع فيه القرآن والصيام والصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يلهم الأهل الصبر والسلوان. وشكر الله لكم جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة العالم فضيلة الشيخ محمد أبو صقر، إمام وخطيب أول بوزارة الأوقاف المصرية ونائب رئيس مجلس العيلة بيت العيلة بمركز أشمون، على هذه الكلمة الطيبة. شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله عزاءكم، ونستودعكم الله عز وجل.